هو المصاب الواحد، يقول أبناء الجالية السودانية في لبنان الذين هزتهم كارثة انفجار مرفأ بيروت كغيرهم من اللبنانيين وسكان العاصمة. هبوا إلى المساعدة سريعاً، جمعوا أنفسهم في مبادرة فردية تقدموا بها إلى البلدية والمحافظة التي وافقت على الفور، فكل ساعد وكل يد هي حاجة في هذه المحنة الأليمة. اليوم الأخوة السودانيين في مبادرة نظافة مدينة بيروت، وإن شاء الله هيدا تكاتف وتراحم من أبناء الشعب السوداني مع الشعب اللبناني، ونسأل الله إنه كمان يرفع البلاء عن هذه البلاد والوباء. وكمان نحن بالنسبة لنا لبنان وطننا الثاني، احتضنتنا زي ما احتضننا بلدنا السودان الأم. أكثر من 150 سودانيا من بيروت والبقاع وطرابلس قسموا على نقاط عدة في شوارع الجميزي ومرمخايل بإشراف البلدية والجيش اللبناني. حملوا المكانس والمجارف التي أمنتها البلدية وبدأوا العمل، يلملمون ما يرفع يوميا من أنقاض داخل البيوت ويوضع على جوانب الطرقات. نحن قلبنا معكم ودمنا ودمكم واحد. والله صدمتنا أكيد طبعا، يعني ونحن من هون نشاهد نناشد كل الحكومات إنه ده الوقت الحان ممكن الناس تقيف مع اللبنانيين في محنتهم، يعني محنة كارثة كانت. جايين نقدم عيد التضامن وعيد المساعدة، يعني بقدر المستطاع، يعني حتى لو بالشيء البسيط الشباب نزلت بأنفسها تقدم شغل. يعني ليست الجالية السودانية وحدها من سارع إلى شوارع الجميزي ومارمخايل، قبلها نزلت عاملات المنازل الأثيوبيات والفلبينيات، وهن اللواتي يعتبرن أنفسهن جزءا من هذا النسيج اللبناني المتنوع رغم اختلافاته. فلبنان بالنسبة لكل هؤلاء بلدهم الثاني. ولو بالحد الأدنى يتضامن أبناء الجالية السودانية في لبنان مع أهالي بيروت عقب كارثة انفجار المرفأ، عمل ليس بغريب على السودانيين وغيرهم من أبناء الجاليات الأجنبية الذين وجدوا أنفسهم معنيين بهذه المصيبة كما كل لبناني. ليلى خليل، الغد، بيروت.